احنا فين؟ في البيكري. يبقى مرة تانية، قلنا عنواننا اسمه اوف تو ورك، الى العمل. الصورة اللي قدامي دي صورة محل، المحل ده اسمه بيكري، والراجل ده بيشتغل ايه؟ شيف بيكر. بيكر يا يحيى، بيكر لسه مش شيف، ده بيكر، خباز. يبقى اول سؤال عندي، وات از ذيس ستور، يعني المحل ده محل ايه؟ يبقى كلمه ستور معناها شوب، والاثنين معناهم محل. وات از ذيس ستور يعني المحل ده ايه؟ قلنا هنا اتس ا بيكري، انه مخبز. أبيكر الخباز اللي بيشتغل فيه ميكس اند سيلز، بيصنع وبيبيع الكيكس، الكعك. هير يعني هنا. طيب وات ايلس، ايه السؤال الجديد ده؟ ايه وات ايلس دي؟ يعني وماذا ايضا وايه كمان؟ وات ايلس داز أبيكر دو، هو البيكر بيعمل ايه كمان غير الكيكس؟ هو بيعمل ايه تاني غير الكيكس؟ وات ايلس عيش. does a baker do، يعني هو بيصنع ايه تاني او بيعمل ايه تاني؟ قلنا هنا he makes، هو بيعمل البريد، يعني بريد خبز. يبقى he makes bread. يبقى انا عرفت حاجتين دلوقتي عن البيكر، انه makes cakes بيعمل الكيك، وكمان بيعمل لنا البريد الخبز. look يعني انظري، it smells delicious. It smells delicious. يعني ايه رائحته؟ كلمة smells يعني ريحة الحاجة اللي بيعملها، سواء الكيك او البريد. It smells delicious يعني انها لذيذة، بيعمل كمان ريحتها البقسماط. ريحتها لذيذة. مين اللي بيقول بقسماط؟ أنا انت مين؟ فيروز. ماشي يا روز، تمام. يبقى It smells delicious يعني رائحته لذيذة، ريحته لذيذة. كلمة delicious بقولها للأكل أو الشرب، للحاجة اللي بنأكلها أو بنشربها، بستخدم كلمة delicious بمعنى لذيذ الطعم، لذيذ الطعم. طب لما أقول smells delicious يعني رائحته لذيذة، ريحته جميلة، ريحته جميلة. It smells delicious، رائحته جميلة. طيب في حاجات لازم ناخد بالنا منها هنا في الجمل، ايه هي؟ تعالوا كده نشوفها مع بعض. اول حاجة، لما قلت أبيكر قلت ميك ولا ميكس؟ ميك. ميكس. سيل ولا سيلز؟ سيلز. سيلز يعني مع الاسم المفرد. هو مفرد كلمة بيكر هنا مفرد؟ مفرد. اللي عرفني، اللي عرفني عند الايه قبلها وما فيش اس في اخر الكلمه، يبقى بيكر يعني خباز، خباز واحد. ماله بقى ميك ولا ميكس؟ اصل الكلمه ده هي اصلها ميك يعني يصنع، زودنا لها اس، زودنا لها اس لان عندي هي او شي او ات، لان عندي هي او شي او ات. يبقى البيكر ده يعني هي مفرد، ازود الفعل اللي بيجي بعده اس، اسمها اس المفرد الغائب، يعني مع هو وهي بزود اس، يبقى بيكر ميكس. طب لو انا قلت اي، لا اي ميك بس، اي ميك، انما هي ميكس. اي سيل، اي سيل، انما هي سيلز، هي سيلز، هو بيبيع. حاجة تانية قلنا هي ميكس بريد، هو بيصنع الخبز. ات قال تم، هي ات هي، وقلنا مع هي وشي وات بنزود اس، ايوه زودنا اس اهو. سميلز، سميلز، ات سميلز ديليشس، رائحته جيده، رائحته لذيذه. ات سميلز ديليشس، رائحته لذيذه. ده بالنسبه للسؤال والاجابه اللي عندي. يبقى انا اخدت سؤالين، سالت عن المحل نفسه، قلت وات از ذيس ستور يعني ما هذا المحل، قلت اتس ا بيكري انه مخبز، دي واحده. الحاجه الثانيه، وات داز ا بيكر دو، هو البيكر ده بيعمل ايه؟ هو بيصنع ايه؟ وات داز ا بيكر دو، بقول هي ميكس كيكس اند بريد. طيب هنا ليه زودت الكلمه ده؟ اهي الكلمه دي إلس، الكلمه دي معناها ايه؟ إلس بمعنى ايضا. وات إلس، وات إلس يعني وماذا ايضا. وات إلس داز ا بيكر دو، هو البيكر بيعمل ايه تاني؟
قال لي he makes يعني هو بيصنع أو بيعمل البريد. He makes bread. تمام يا أروى افتحي كونكت بلس. أروى افتحي كونكت بلس. اقفلي الكاميرا بتاعتك. افتحي كونكت بلس بيت 50. حاضر يا سيد. ها what else does a baker do؟ هو البيكر بيعمل ايه تاني؟ قلنا he makes bread بيصنع لنا الخبز. it smells delicious يعني رائحته لذيذة، ريحة الخبز اللي بيعمله جميلة. تمام؟ يبقى لازم ابقى عارف السؤال ده واجابته ازاي. لما قلت what is this store؟ ما هذا المحل؟ هو المحل ده محل ايه؟ المحل اللي قدامي في الصورة ده اللي فيه خبز وكيكس ده قلنا it's a bakery. it's a bakery. it's a bakery. اللي بيشتغل فيه اسمه ايه؟ اسمه أبيكر. اللي بيشتغل فيه اسمه أبيكر. طب بيعمل البيكر ده؟ قلنا ميكس and sells cakes يعني بيصنع وبيبيع الكيك أو الكعكة. إيه كمان؟ أيوة قلنا بيعمل الباتيه. what else does a baker do؟ هو البيكر بيعمل إيه تاني أو بيعمل إيه كمان؟ قلنا هي ميكس بريد بيصنع الخبز. it smells delicious يعني رائحة الخبز جيدة أو لذيذة. وقلنا كلمة delicious ده هي معناها لذيذ الطعم، بوصف لذيذ بوصف به الأكل أو الشرب اللي أنا باكله أو بشربه. تمام؟ ده بالنسبة لي السؤال والإجابة أو المحادثة الأولى اللي عندنا. طيب فين الكلمات اللي احفظها؟ ما احنا خدنا من هنا قلنا كلمة off to work معناها الذهاب الى العمل، اخدنا كلمة bakery اللي هو مخبز، وعرفنا baker خباز، اخدنا cakes يعني كعكة او ترت، اخدنا bread الخبز، وعرفنا كلمة store يعني مخزن او محل، مخزن او محل. تعالوا نشوف الكلمات اهيت. دينا اول كلمة store. ستور اللي احنا قلنا عليه محل. بيكري، بيكري اللي هو المخبز. كيك بمعنى تورتة او كيك. عندي بيكر الخباز. ميكس او يعني ايه ميكس؟ بمعنى يخلط. يخلط ميكس يخلط بيعمل خليط العجينة اللي هو بيعملها. فلاور، فلاور دي ايه؟ شوجر، شوجر سكر، باتر، 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 زبدة، فانيلا، فانيلا، فانيلا اللي هي فانيليا، فانيلا اللي هي فانيليا، ميلك، بان، بان، بان معناها طاسة، معناها طاسة أو مقلاه، طاسة أو مقلاه اللي ماما بتعمل لنا فيها البطاطس. ها كب بمعنى فنجان، كب فنجان. ها كلمة ستر، ستر فعل جديد، فعل جديد عندنا، فعل جديد عندنا اسمه ستر. ستر بمعنى يقلب، 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 يقلب زي ما بنقلب الشاي كده. دي اسمها ستر. اسمها ايه؟ ستر. يعني ستر يقلب. ها مديني تي سبون، تي سبون لو بصينا لكلمة تي بس، تي بس شاي. طب وسبون معلقة، يبقى تي سبون معلقة صغيرة اللي احنا بنسميها معلقة الايه؟ الشاي. معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي. تمام؟ تعالوا نشوف الصور مرة تانية. مديني بيكر قلنا خباز، وبيكري مخبز، ستور محل، اي محل قدام اسمه ستور. ميكس قلنا بمعنى يخلط. كيك اللي هي التورتة او الكيك او الكعك. بتر قلنا زبدة. بان مقلاة او طاسة. فانيلا اللي هي الفانيليا. كلمات مترجمة عربي عشان احفظها كويس. مديني ستور قلنا محل او متجر. بيك يخبز. بيكر خباز. بيكري المخبز نفسه. يبقى انا عندي الفعل بيك بمعنى يخبز، وبيكر زودت لها ار بقت الخباز، زودت لها واي بقت المخبز نفسه، المكان اللي بيشتغل فيه البيكر. طب بيعمل ايه البيكر؟ قلنا بيعمل البريد الخبز. ليتس، 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 هيا بينا، يلا بينا. ديليشس، ديليشس لذيذ.
فان قلنا وعاء الطهي او بنسميها طاسه او مقلاه. اجز اجز بيض. تيسبون معلقه صغيره. كيك قلنا تورته او كيك. ملك كب 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 فنجان. شجر سكر. بتر زبده. فانيلا الفانيليا. بيكنج باودر. بيكنج باودر بيقول لي عليها محسنات الخبز اللي ماما بتقول لي انزلي جيبي لنا انزلي جيبي لنا كيس او كيسين بيكنج باودر عشان نعمل كيك. بيكنج باودر عشان نعمل ايه؟ كيك. تمام. وكلمه باودر دي باودر معناها مسحوق. مسحوق. تمام. يبقى مسحوق الخبيز اللي احنا بنسميه محسنات الخبز بيكنج باودر. وات ايلس شفناها في السؤال وقلنا وات ايلس معناها وماذا ايضا وايه كمان بيعمل ايه تاني الراجل ده. بوت فعل بمعنى يضع. بوت يضع. ميكس ميكس يخلط. اد معناها يضيف. ستر قلنا بمعنى يقلب. سل يبيع. الراجل ده بيبيع الخبز يبقى سل. نيد يحتاج. سميل بمعنى رائحة. كلمة سميل رائحة. وأيضا بمعنى يشم وبمعنى بتطلع منه ريحة كويسة. سميل زي ما قلنا سميلز ديليشس رائحته جيدة أو رائحته لذيذة. ميك قلنا يصنع. منت 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 دقيقة. دقيقة مش دقيق. دقيقة دقيقة من الساعة اسمها منت. تمام. أما الدقيق نفسه اسمه إيه؟ فلاور. والدقيقة دقيقة. منت. الكلام ده المفروض نكون عارفينها في الماس. منت. تعالوا هنا بيقول لنا بيعرفنا النهاردة Let's make a cake. Let's make a cake. يلا نعمل تورتة. Let's make a cake. يلا نعمل كيك أو تورتة. يلا بينا نعمل كيك. طيب بيقول لي بقى بيقول لي هنا هوت I need. I need يعني أنا أحتاج. هنحتاج إيه عشان نعمل الكيك؟ تعالوا كده نشوف. ايوه استنوا شطب. هو احنا خدنا الكلام ده في العربي. خدنا عمل الكيك في العربي. امال عملته في العربي رز؟ عملت رز؟ لا ما عملتوش اي حاجه في العربي. بيض بس. طب تعالوا يلا ناكل البيض ده. Let's make a cake. يلا نعمل تورتة. بيقول لي هنحتاج 1 cup sugar اللي هي كوب من السكر. 2 eggs عايزين بيضتين. 1 and a half. تمام. يعني 1.5 من الايه كابس فلاور اللي هو كوب ونص من الدقيق. كوب ونص من الدقيق. 2 teaspoons معلقتين بيكنج باودر. معلقتين بيكنج باودر. هاف كاب باتر معلقة ونص. لا نص بس. ده نص بس. ده هاف. ده هاف كاب بتر. نص كوب. نص كوب زبدة. نص كوب ايه؟ زبدة. 2 teaspoons فانيلا. هنحتاج معلقتين فانيليا. هاف يعني ايه؟ هاف يعني ايه؟ نص كاب ملك. نص كوباية ايه؟ لبن. تمام. طيب جهزنا الحاجة دي عندنا في المطبخ بتاعنا. بنقوم رايحين نشوف الخطوات اللي احنا هنعمل بيها الكيك ده هوت.
اول حاجه بيقول لي ميكس، يعني ميكس يعني اخلط ذا باتر اند شوجر، يبقى اخلط الزبده بالسكر. اد ذا ايجز، ضيف عليهم البيض اند فانيلا والفانيليا. اد ذا ميلك، وضيف عليهم اللبن اند ستير وقلب اند ستير وقلب. اد ذا فلاور، ضيف الدقيق بعد كده اند بيكنج باودر والمسحوق بتاع الخبيز ده وبيكنج باودر كمان. بوت ات ان بان، بوت كل الحاجه اللي انت عملتها الميكس اللي انت عملته، بوت ات ان بان، ضعه في طاسه او في وعاء الطهي، وبعدين بيك معناها اخبزه بقى، دخله الفرن فور 35 مينتس. بيك معناها اخبز، اخبزه فور 35 مينتس لمده 35 دقيقه. تمام، يبقى تاني ميكس ذا باتر اند معناها اخلط ده وده. اد ضيف، اد ضيف اند ستير وقلب. اد ذا فلاور اند بيكنج باودر. نعم هتطلع تورته حلوه، هتطلع حلوه اكيد، مش هتحرق، ما تقلقيش يا فرح، هناكل دلوقتي. بوتت ان بان، ونضعها في الطاسه او في الصينيه اللي هنعمل فيها الكيك. بيك فور 35، يعني اخبزها او ضعها في الفرن لمده 35 دقيقه. تمام، يبقى انا المطلوب مني احفظ مجموعه الكلمات ده اهي علشان اقدر اروح اعمل له التورته اللي بيقول لي فيها ليتس ميك ا كيك. هيا نصنع، يلا نعمل كيك، يلا نعمل كيك. يبقى احنا دلوقتي نقدر نقف مع ماما في المطبخ وهي بتعمل الكيك، نقف بالمقادير بتاعتنا دهيت، بالمقادير بتاعتنا ديت، ونقول لها يلا نعمل معاكي الكيك بتاعتنا ونشوف هتطلع حلوة ولا لا يا فرح. تمام، بعد كده مديني اكسرسايز على الجزء، على الجزء اللي احنا اخدناه ده، مجموعة الكلمات اللي عندي، خاصة بيك وبيكر وبيكري وكيك طبعا، وكلمة ستور. هنا بيقول لي هي از ا بيكر، الراجل اللي قدامي في الصوره ده بيكر؟ يس يس يس. ركز في الصوره شويه. هو انا ها هو انا شايفه ده قاعد بيقطع في خشب اهو. ها نكبرها اهو. ها ده بيكر؟ نو نو لا، يبقى نو الاولى. نو نمبر 2، this is a bakery. ده بيكري؟ اقول له اه. This is flour. ده دقيق؟ no. no. I like cake. yes. yes. This is a store. yes. no. ده محل؟ no. no. no ليه؟ امال هو ايه ده؟ yes. no ليه؟ no ليه؟ اهو 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 محل، ده محل، ده ستور، ده اسمه ايه؟ ستور. تعالوا شوفوا فوق تاني، تعالوا شوفوا فوق تاني اهو، زي ده كده، زي ده ستور. تمام، يبقى ده اسمه ستور برضو، البيكري ده اسمه ستور، يبقى اي محل بيبيع اي حاجة ده اسمه ستور، يعني محل. طيب تعالوا كده نشوف الترتيب بقى اللي احنا فهمناه من القطعة دي. اول جملة، مين جاهز يرفع ايده؟ انا سي. انا 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 سي. قول يا يحيى. انا بيكر ميكس كيكس، أبيكر ميكس كيكس، الخباز بيعمل الكيك أو التورتة. نمبر 2، أنا سي. أنا سي. قولي يا أروى. نمبر 2، أد فانيليا أند إيجز. أد فانيلا أند إيجز أو إيجز أند فانيلا. تمام. نمبر 3 يا إسراء.
mix the sugar and the butter. Mix the butter and the sugar. تمام. Mix the butter and sugar أو mix the sugar and the butter. تمام. دي أو ديت مش هتفرق. المهم إن أنا بقول mix the كذا and the كذا. Mix the كذا and the كذا. جملة الرابعة. مين جاهز؟ مايا. مايا. نعم يا سيد. يلا نمبر فور. What do you need to make cake? برافو عليك. نسقف لها يا جماعة. برافو. برافو. دي طبعا احنا سقفنا لانها كانت اطول جملة في تكوين الجمل دي. يبقى انا هقول what do you need. What do you need? ماذا تحتاج؟ ليه؟ To make a cake. What do you need to make a cake? ماذا تحتاج لكي تعمل أو تصنع التورتة؟ أنت محتاج إيه عشان تعمل التورتة؟ What do you need to make a cake? نيجي بعد كده هلا إيجي جايب لي بقى الكلمات اللي أنا حفظتها إن شاء الله وأكمل الحرف الإيه الناقص فيها. بعد كده جمل اختياري. تعالوا يلا نحل السؤال ده مع بعض نشوف الناس فهمت برضو ولا لا. في الجملة الأولى بقول let's a cake. اسمها let's a cake. make. لأن let's بيجي بعدها فعل. ما ينفعش baker وما ينفعش delicious. اسمها let's make. let's play. let's eat. let's go. let's مصدر. الجملة الثانية it smells رائحته delicious. برافو. delicious. لذيذ. add the baking powder and the and the flour. ممتاز. جميل. اسمها off work. off to. off to work. إلى العمل. off to work. إلى العمل. نقط the butter and the sugar. اسمها mix. قلب ده وده. قلب ده وده. اخلط ده وده. a baker makes ميكس كيكس. اصنع الكيكس. put it in a pan. يعني pan طاسة. ها سلطانية. اناء طاهية. what do you need to make a cake. اسمها make a cake. make cake زي بعضهم. make كيك. ميك كيك. ميك كيك. تمام. 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 طيب الصورة الأولى ديت هقول له this is a قولي يا يحيى. بيكري. بيكري. I need some. هي إيه ده هي؟ Butter. Butter. I have three. I have three. Eggs. برافو. This is a اسمها ايه دي؟ Teaspoon. 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 تمام. اكمل بقيه الاكسرسايز كمان ده معانا في الهوم ورك. اخرنا في الهوم ورك ده بيج 56. طب وهعمل ايه دلوقتي؟ هرجع تاني اقرا الكلمات. هقرا الكلمات تاني عشان الناس اللي مش لسه كلمات صعبة معاها. يبقى انا اخري في الهوم ورك 56. تعالوا نشوف الكلمات مرة تانية. تعالوا نشوف الكلمات مرة تانية من اول ما بدأنا علشان الناس اللي كانت لسه داخلة متأخر ما تتوهش مننا. لما اقول هنا off to work معناها الى العمل او الذهاب الى العمل. قلنا الصورة اللي قدامي دي صورة مكان اسمه بيكري يعني مخبز. الراجل اللي موجود في الصورة قدامي ده يحيى ده اسمه بيكر خباز. قلنا كان عندي سؤالين مهمين. What is this store؟ زي ما كنا بنسأل عن أي حاجة في إيدينا ونقول What is this ما هذا؟ فأنا بقول ما هذا المحل. هو المحل ده اسمه إيه؟ هل هو محل لبس ولا محل حلاقة ولا محل أزياء ولا محل إيه بالظبط؟ What is this store؟ ما هذا المحل؟ قال لي It's a bakery. It's a bakery. إنه مخبز. A baker الخباز ماله. Makes and sells cakes here.
بيبيع وبيصنع الخبز هنا والكيك اللي هي التورتة. طيب what else does a baker do؟ قلنا بحفظ يا يحيى، بحفظ السؤال على بعضه. what else يعني what else؟ قلنا وماذا أيضا وإيه كمان. what else does a baker do؟ أنا بسأل عن البيكر ده لأنه مفرد، بسأل عنه بدز، بسأل عنه بدز. what else does a baker do؟ يعني هو البيكر بيعمل إيه تاني؟ قال لي he makes bread، هو يصنع الخبز. look انظر أو انظري، it smells delicious، رائحته جيدة، ريحته لذيذة. كلمات اللي عندي قلنا ستور محل، بيكري مخبز كيك يعني تورتة، بيكر خباز ميكس قلنا يخلط فلور دقيق شوجر سكر بتر زبدة فانيلا يعني فانيليا ميكس هنا ملك لبن بان قلنا مقلاة أو وعاء للطهي كب فنجان ستر يقلب تيسبون تيسبون معلقة صغيرة أو معلقة شاي قلنا بيكر تاني بيكر تاني بيكري ستور ميكس كيك بتر بان فانيلا فانيلا فانيلا. كلمات تاني اللي احفظها دي كل الكلمات بالترجمة بتاعتها، هو ده الحفظ. لكن كان لازم اتفرج على الصور عشان ابقى عارف الصور دي بتاعت ايه. ستور بيك بيكر بيكري بريد ليتس ديليشس ديليشس بان إجز تيسبون كيك ميلك كاب شوجر بتر فانيلا بيكنج باودر بيكنج باودر. what else what else put mix add stir sell need smell make minute minute. يحيى اقرا لي العمود الاول. stir بيكر بيكري بريد ليتس ديليشس بان إجز. thank you. فرح تسبون كيك أنا أول شيء ينفع عمل شوكر بيكر فانيلا بيكن باودر what else what else. ها أروى Pot, mix, add, stir, stir, sell, knead, smell, make, minute. جميل. يلا يا إسراء. Stir, bake, baker, bakery, bread, let's, delicious, bam, eggs. Thank you. يلا يا مايا. نمسي يلا تسبون كيك ميلك كاب شوغر بيت با 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 باتر فانيلا بيكن باودر وات إلز. برافو وات إلز. تمام يلا يا هنا. هنا 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 أحمد هنا أحمد نايمة هنا سما بوت ميكس ميد أد أد ستير سيل ميد
سميل ميك ميت مينت. برافو. يلا يا فيروز. دور بيك بيكر بيكري بريد بريد ليتس ديليشس ديليشس بان ايجز. تمام. يلا يا ايسل الحداد. تيسبون كوب ميلك كاب شو سوب شوغر باتر فانيلا بيكينج باودر وات إلس. عايزين نقرا احسن من كده يا شهد يا ايسل. عاوزين هنا برضو لسه ما ظهرتش. انا لسه ما صحتش. يوسف الرفاعي. يوسف قولي. يلا يوسف. حاضر. بوت ميكس اد ستير سيل نيد ميك مينت. برضو يوسف نقرأ كتير. يوسف وأيسل نقرأ كتير. هانا أحمد ما ظهرتش لسه. نعم يا سيد. الحمد لله على السلامة يا هانا. انت كنت فين؟ لا ما فيه. كنت نايمة؟ ماشي. يلا اقري لي كده العمود الأول. دور بيكري بريد. جميل. ديليشس. بان إيجز. برافو عليك. أمال مستخبية ليه بقى؟ ها؟ ماشي. تمام يا شباب كده. يبقى أنا هراجع الكلمات دي تاني. هراجع سؤال والإجابة تاني. وابقى عارف أنا ضفت الإس ليه زي ما شرحناها دلوقتي. هراجع الصور الأول كويس. وبعد كده أراجع الكلمات كتابة. ونحاول نقرأ كتير. وانا قاعد بكتب كلمة زي كلمة استور وانا بحفظها اقول S-T-O-R-E يبقى استور. اللي في اخر الكلام ما بنطقهاش. امال هي بتعمل ايه؟ بتخلينا امد في الحرف اللي قبلها اللي هو الاودا هو. بتخلينا امد في الحرف المتحرك اللي قبلها اللي هو الاو عشان تبقى استور. هنا ما قلتش باك، انا قلت بي 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 بيك زي ميك